من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة. فارس امتلك فنون الفروسية والإقدام، فهو من أمهر الرماة بمدرسة النبوة. صحابي كسر شوكة الفرس بـ600 مقاتل، فهو مخطط البصرة وحاكمها. لنا رواية مع أمير الفرسان عتبة ابن غزوان. هو عتبة ابن غزوان ابن جابر ابن الحارث، من السابقين الأولين إلى اعتناق الإسلام. كان معروفا قبل الإسلام بكونه حليفا لبني نوفل ابن عبد مناف، كنيته أبو عبد الله، وهو الذي بصر البصرة وبنى مسجدها. كان الصحابي عتبة ابن غزوان من السابقين إلى الإسلام، وتعرض أيضا للتعذيب وجاءت هجرته إلى الحبشة. كيف كانت هذه الهجرة وكيف عاد مرة أخرى إلى مكة؟ عتبة ابن غزوان حينما أسلم وجهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة عانى من عذاب قريش وشدة بطشاء بالمسلمين، فكان أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة إلى الحبشة، وكان عتبة ابن غزوان من بين 12 رجلا هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى. كيف اتصفت هذه الشخصية بالمبادرة والسبق؟ معروف عن هذا الرجل بالقيادة منذ صغره، وكان يتسم بالعديد من الصفات، أهمها الشجاعة والمبادرة واتباع الفطرة الإسلامية في التفكير والمنهج العلمي. والدليل على ذلك أنه كان من أوائل من أسلم، بالرغم من أن الإسلام في ذلك الوقت لم يكن معروفاً، بالعكس بل كان يحارب محاربة شديدة. كان من الذين تحملوا حتى أكلوا أوراق الشجر فأثرت فيهم مع سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هاجر الهجرة إلى الحبشة، ولكنه آثر أن يرجع بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد عتبة بن غزوان من الحبشة على إثر إشاعة. هنا الإشاعة كان أن قريش أسلمت وسجدت وراء النبي. نعم، أن قريش أسلمت ولم تكن هذا الأمر بحقيقة، صحيح. فعرضوا أنفسهم للموت والتعذيب. أبدى عتبة صنوفاً من المهارة خلال غزواته مع الرسول وسراياه، وكان من رماة الصحابة وشارك في جميع الغزوات. دوره في الفتوحات والغزوات وكانت على فترات متباعدة وكبيرة، بدأت مع الرسول واستمرت حتى عهد الخلفاء الراشدين. شارك في آخر السرايا التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر، ففي أواخر رجب من العام الثاني للهجرة كان في سرية عبد الله بن جحش التي خرجت لتقصي أحوال قريش، وكان لهذه السرية أثر كبير في نشوب غزوة بدر التي انتصر فيها المسلمون، كما أبلى بلاء حسنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وكان من الرماة من أشهر الرماة، نعم، المهرة في ذلك الوقت. يقال طبعا أنه لم تخطئ يداه قط إصابة رمح. عندما يرمي يصيب. نعم، ولم تزل يداه على الإطلاق. ده دليل على مهارته وبراعته في إتقان هذه الرياضة. إحنا بنقول عليها في هذا الزمن رياضة، ولكن أنا أعتقد في العصر الذي وجد فيه عتبة لم تكن رياضة، كانت منهج من مناهج الحياة، من أساسيات هنا الفروسية والحياة، الجانب الرياضي في حياة الصحابة، جزء من مكون شخصية هذا الشاب. وهقول عليه شاب لأنه هو استخدم وتولى المناصب العديدة طبعا كما يعلم الجميع في سن صغيرة، نعم، اللي بنقول عليه دلوقتي صغيرة. وأيضاً دوره هنا مع الصحابي أيضاً والخليفة أبو بكر الصديق، كان له دور كبير في حروب الردة، فقد نجح
بمساعدة أبو بكر وكل المسلمين في إعادة الوحدة الدينية والسياسية للجزيرة العربية، فقد شارك ببثالة وقوة في معركة اليمامة. مناقب الصحابي الجليل ابن غزوان لم تتوقف فقط على الحرب والسياسة والولاية. فتوحات العراق، وهنا الدور القيادي وأيضا الجهادي والدور الخاص بالتخطيط والتعمير في بناء البصرة. حينما أرسل الفاروق عمر ابن الخطاب القوات الإسلامية لفتح العراق وبلاد الفرس، وجد أن هناك مشكلة في الاستيلاء على المدائن. حينما يقترب المسلمون من اقتحام المدائن يجدوا المدد قادما من جنوب العراق. حب هذا الشاب إلى الإسلام بالشكل الكبير الذي جعله يجاهد في الكثير من الفتوحات والغزوات، بل أيضا يذهب إلى بلاد العراق ويجاهد أيضا ويكسر شوكة الفرس هناك. هو على فكرة فكر تفكير جميل جدا، يمكن بيدرس في الجيش. هو دخل بأول فرقة وأوهم الأعداء أو الفرس بأنه أن هذا جزء صغير من أجزاء أخرى قادمة. نعم، وبالتالي العدو عندما يرى ذلك بالطبع لازم يخشى ولازم يخاف، فتعمل له مش حساب، تعمل له 4 أو 5 مرات ضعف هذا الجيش. فجعل النساء خلف الجيش وجعل لهم رايات يحملنها، وأخبرهم أنهم إذا أقبلوا على هذه البلدة يثيروا الغبار فيظن الفرس في مدد وفي نعم قوات أخرى قادمة، نعم، وأن هؤلاء 600 هم طليعة الجيش وأن الجيش وراءهم، وهكذا يعني نجحت حيلته، انتصر ولم يسقط أي جندي ولم يسقط أي جندي، دخل الأبلة يعني ولم يسقط أي جندي من جنوده. أيضا كان له دور آخر في البناء والعمران، وهو من بصر البصر. أرسل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يستشيره في أن يبني البصرة، فبدأ ببناء مسجد، ثم بنى الصحابة بيوتا حول هذا المسجد وفي البصرة، وأقام دولة كاملة بمفهوم الدولة الآن. وعندما تأكد أن هذا يعتبر أساس للدولة استخدم السياسة بتاعته. على فكرة سياسته في كتب السيرة يقال عنه أنه كان زاهداً متقشفاً صارماً، هو الأمير الزاهد. نعم، لذلك في بعض من أبناء الشعب ما كانش عايزينه وشكوه هنا. نعم، ما كانش حابينه، ولكنه كان دائماً يقول لهم عندما أذهب سوف ترون الأمراء من بعد. نعم نعم، تعرفون وترون الأمراء من بعدي. فيما بعد هتشوفوا الأمراء بقى بالشكل الطبيعي الخاص بالملك والزهو والإمارة. لذلك هو كان لا يصرف أموالاً في زهو أو في بزغ الحياة. نعم، كان عتبة يخاف الدنيا على دينه أشد الخوف، وكان يخافها على المسلمين، فراح يحثهم على القناعة والرضا. هل كان له منهج خاص في حياته وفي إدارته لإمارة البصرة؟ وأيضا ذكر هذا المنهج في الكثير من خطبه والمصطلحات الخاصة بالصغير عند الله، الكبير عند القوم، أو الكبير عند الله والصغير عند القوم. استمد هذا المنهج أيضا من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما يذكره بأحالهم عند صدر الإسلام، وما آل إليه حالهم حتى تولى بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطهدا ومعذبا، تولى الولاية وتولى الإمارة. لذلك هو رفض الإمارة، وطلب من عمر بن الخطاب. نعم، طبعا القصة مشهورة أنه يتنحى عن هذا، لكن عمر بن الخطاب رفض. كان ذكيا طبعا، وقال ما قلته الشهيرة: لا تتركوا هذه المسؤولية في عنقي. صحيح. ولكن تحملوها معي. بمعنى إيه؟ هو اختار الأنسب، اختار الأكفأ، وعندما رغب هذا الأكفأ أن يتنحى رفض هذا التنحي، مش عشان يشيله شغل أبدا، ولكن حتى يضمن أن هناك إدارة بالفريق. صحيح. ودائما هو كان يذكر نفسه أيضا بهذا المنهج، ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى أن يكون كبيرا عند نفسه أو في نفسه. صحيح. صغيرا عند الله سبحانه وتعالى.
مات عتبة ابن غزوان في العام 17 من الهجرة بطريق البصرة في خلافة عمر الفاروق بعد أن عاش 57 سنة ليرحل الأمير الزاهد.